العليا للانتخابات الرئاسية تبدأ اليوم ولمدة 48 ساعة في تلقي الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية. اليوم استئناف محاكمة مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر. فتح باب الترشح للانتخابات السورية اليوم المزمع إجراؤها في 3 يونيو القادم. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة النيل بالقاهرة. والبداية مع الزميل فوزي قدلة. تفضل فوزي. أشكرك عمرو. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. تبدأ اليوم لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون على مرشح الرئاسة، والتي تستمر حتى غد الأربعاء. ومن المقرر أن تفصل لجنة في الطعون خلال الفترة من 24 وحتى 26 من الشهر الجاري، وتلتقي اللجنة أيضا التظلمات في قرارات الاستبعاد إن وجدت، وذلك في يوم 28 والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تفصل فيها خلال اليومين التاليين تمهيدا لإعلان القائمة النهائية والتي ستخوض بها الانتخابات الرئاسية. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة 4 جلسات محاكمة محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر. كانت محكمة الاستئناف قد قضت برفض طلب الرد الذي تقدم به القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة المحكمة، حيث قضت بتغريمهما 12,000 جنيه، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارجية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي داخل البلاد. تستكمل اليوم أيضا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قضية غرفة عمليات 4 والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وأكثر من 50 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. يأتي ذلك بعد رفض المحكمة طلب الرد المقدم من المتهم صلاح سلطان مع تغريمه مبلغ 6,000 جنيه ومصادرة الكفالة المالية، ويحكم المتهمون في القضية بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم لمواجهة الدولة عقب فض اعتصامي 4 العدوية وميدان النهضة، وكذلك إشاعة الفوضى في سائر أنحاء البلاد. تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم بترى 6 جلسات محاكمة 20 متهما بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، إضافة إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، إضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة للدولة. كما تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى أيضا محاكمة 269 شخصا من بينهم أحمد دومة، وذلك لاتهامهم بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة. كانت النيابة العامة قد وجهت في أمر الإحالة أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه الإضرار بمنشآت الدولة، كما وجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات وإتلافها واقتحام الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية. للمزيد من المتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا من وقع جلسة المحاكمة الزميلة نشوى صالح. نشوى، ما لديك من بيانات حتى الساعة؟ تحياتي للزملاء في الاستوديو ولمشاهدي نيل الأخبار في كل مكان. لم تبدأ الجلسات بعد، فأنا أحدثكم الآن من داخل قاعة المحكمة. هم الآن يهيئون القاعة لبدء الجلسات، يقومون بتجهيز شاشة للعرض
ويبدو انها ستستخدم اليوم لعرض لقطات خاصه بالاحراز الخاصه بلقطات الفيديو سواء في هذه القضيه او في قضيه محمد بديع والخمسين الاخرين من قادات جماعه الاخوان الارهابيه. الاحظ اليوم على غير العاده تواجد عدد كبير من مراسلي الصحف والقنوات الاجنبيه على وجه التحديد، وهذا ما لم ألحظه في الجلسات الماضية بالنسبة للقضايا المختلفة سواء لجماعة الإخوان أو لأي قضايا أخرى خاصة بما بعد ثورة 25 من يناير. لم تبدأ الجلسات بعد، هناك تعزيزات أمنية حول معهد أمناء الشرطة بتورا، هناك تواجد أمني وتكثيف أمني داخل القاعة حول قفص الذي لم يظهر أي من المتهمين في أي من القضايا التي سينظرها معهد أمناء الشرطة اليوم، فلم يصل بعض المتهمين في بعض القضايا جدا. حتى الآن. أشكرك جدا الزميلة نشوى صالح من معهد أمناء الشرطة، نتواصل لاحقا بإذن الله، شكرا جزيلا. تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم إعادة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها نحو 74 شهيدا. كانت أحكاما غيابية تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، قد صدرت بحق المتهمين 11 والذين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية بالمحافظة، وتحددت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الأحكام بحقهم، وأسندت للمتهمين عدة اتهامات أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أثناء مباراة الدوري بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير العام 2012. تواصل السلطات المصرية اليوم الثالث على التوالي فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة بشكل استثنائي، وذلك لعبور المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية. وصل إلى مطار القاهرة الدولي نحو 390 فلسطينيا للمغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، كما وصل 21 فلسطينيا منهم 9 معتمرين على رحلات مختلفة للسفر إلى قطاع غزة. ونتحول لمتابعة الشأن السوري، حيث يفتح اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا المقرر إجراؤها في 3 من شهر يونيو القادم. يأتي ذلك بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت سيضر بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل للأزمة الحالية في البلاد، كما اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية محاكاة ساخرة للديمقراطية، مؤكدة أن هذه الانتخابات لن تكون لها أي مصداقية أو حتى شرعية سواء في الداخل أو في الخارج، بينما انتقدتها بريطانيا مشيرة إلى أن الانتخابات تجرى حاليا بعيدة تماما وكل البعد عن أي معايير دولية ونتيجتها لا قيمة لها ولا مصداقية. في تحدي لنداءات المجتمع الدولي بضرورة إرجاء الانتخابات الرئاسية في سوريا إلى حين انتهاء الأزمة سلميا، إذ برئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام يعلن عن موعد إجراء هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل، على أن يبدأ الراغبون في الترشح في تقديم أوراقهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري ولمدة 10 أيام. أحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وفق الآتي: أولا، للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء في 28 أيار 2014 بدءا من 7 صباحا حتى 7 مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة. ثانيا، للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءا من 7 صباحا حتى 7 مساء.
فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية بسوريا يأتي في وقت تستمر فيه الأزمة السورية بين طرفي الصراع، حيث تصر المعارضة على ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، في حين تعتبر دمشق هذا المطلب إملاء غير مقبول من قوى يدعمها الغرب الذي تعتبره الحكومة السورية يسعى إلى تقويض الاستقرار في البلاد. بقاء الأسد في منصبه أو رحيله كان ولا يزال سببا رئيسيا في فشل ما يعرف بمؤتمري جنيف الأول والثاني. من هنا يرى المراقبون أن قرار الانتخابات الرئاسية في موعدها بمثابة وأد لأي محاولة لعودة الحوار بين نظام بشار الأسد وقوى المعارضة، حتى ولو لم يعلن الرئيس السوري رسميا نيته الترشح لهذا المنصب الذي يتولاه منذ عام 2000. وعن إمكانية إجراء الانتخابات بشكل حر وديمقراطي، يرى الخبراء صعوبة في ذلك لاستحالة الإشراف على هذا الاستحقاق مع استمرار القتال بمناطق متفرقة في سوريا، كذلك منع قانون الانتخابات المعدل من قبل مجلس الشعب في مارس الماضي ترشح أي شخص لم يقيم في سوريا لمدة 10 أعوام متتالية، يعني عمليا استبعاد معارضي الخارج من الترشح، ومن ثم تكون المنافسة محصورة بين الأسد ونفسه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق الدكتور جورج جابور، المفكر السياسي السوري والنائب السابق بالبرلمان. يعني دكتور جورج، كيف ترى الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت على وجه التحديد؟ هذه الدعوة إعمال لمواد الدستور السوري في عام 2012. في التقرير الذي استمعت إلى جزء منه تقولون أن مجلس الشعب قرر قبل أشهر بأنه لا يصح ترشيح من لم يكن في سوريا قبل 10 سنوات. نعم. في الحقيقة هذا نص دستوري، وهذا النص الدستوري صدر في حزيران 2012، إذن هو أمر قديم. هذه واحدة. الموضوع الآخر هو حقيقة هل يستطاع إجراء انتخابات رئاسية في الوضع الذي تعرفه سوريا؟ أقول تعليقا على هذا الأمر أن انتخابات نيابية جرت في سوريا في ظل الدستور الجديد الذي صدر عام 2012، وهكذا إذن فقد كانت تلك الانتخابات النيابية تتبع المعهود في الانتخابات النيابية السورية. لا أقول أنها دقيقة جدا، لا أقول أنها منزهة عن كل عيب، لكن أقول أنها تمت ونشأ عنها مجلس للشعب، وأن يكون لدينا مجلس للشعب أفضل من ألا يكون لدينا مجلس للشعب. أن تكون لدينا انتخابات رئاسية الآن أفضل من أن يكون هناك فراغ دستوري. هذه نقطة هامة. والألاحظ أن انتخابات الرئاسية في سوريا على نحو ما عهدناه منذ أعوام طويلة لم تكن أبدا تنافسية. آخر تنافس رئاسي شهدته سوريا كان في عام 1955. نعم. يعني طيب سيد جورجي، أنا عفو المقاطعة، يعني نتحدث عن كما ذكرت في سياق حديثك أن هذا النص وضع في حزيران من عام 2012 بمدة 10 سنوات، أي بعد قيام الثورة السورية. إذن فعليا وحقيقيا هو يغلق الباب أمام ترشح أي شخص لهذه الانتخابات في أي فترة من الفترات، أي أن هذا الموضوع مقصور على الأسد ونفسه. إذن أين هي الديمقراطية التي تحدث عنها، وأن هناك انتخابات تعددية أو انتخابات نزيهة ديمقراطية في ظل التصريحات العالمية من قبل السيد بان كي مون رئيس عام الأمم المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة بأن هذا التوقيت يضر كثيرا بالعملية السياسية وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا؟ نعم. لسؤالك حقيقة إجابات عديدة. أولا، أنت ذكرت أن هذا النص يعني أن الأسد ينافس نفسه. هذا غير دقيق، لأنك بهذا الكلام تحذف وجود 10 ملايين سوري موجودين في سوريا ومؤهلين للترشح. إذن باب الترشح مفتوح، وقد يكون هناك مرشحون غير الرئيس الأسد. وأزيدك في هذا المجال، تفضل، أن ثمة مادة دستورية تقول أنه إذا لم يتقدم
إلا مرشح واحد في مهلة الأيام العشرة التي حددها مجلس الشعب، فمعنى ذلك أن باب الترشيح يفتح مرة ثانية، لأن التنافسية ضرورية. إذن هناك تنافس يحرص عليه الدستور، ونرجو أن يكون هناك استجابة لهذه التنافسية من قبل المعارضين الموجودين في سوريا وهم كثر. هذه نقطة.